بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخي فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، عبر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث غرق العبارة الأليم في نهر دجلة بمدينة الموصل والذي نتج عنه وفاة العشرات ممن كانوا على متنها، سائلا جلالة الملك المفدى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.